مكملين معاكم كلام عن العروض المسرحية من مهرجان العالمين، ومن أبرز المسرحيات المشاركة السنة دي هي مسرحية دكان أحلام، واللي بيتم عرضها أيام 23 و 24 أغسطس. المسرحية بتدور أحداثها في إطار كوميدي وفكرة خيالية مميزة، بتحكي عن متجر لبيع الأحلام، ومن خلاله بقى بتغير الإنسان وبيقدر إن هو يحلم باللي هو عايزه، ويقدر من خلال الدكان إنه يحقق اللي بيتمناه واللي بيحلم بيه. في الحقيقة إحنا عايزين نعرف أكتر عن دكان أحلام وفكرته كده وكل حاجة عنه. معانا دلوقتي ياسر مجاهد أحد أبطال العرض. يا مساء الخير عليك يا ياسر. مساء الخير، اهلا وسهلا، برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. يعني فكره المسرحيه حلوه قوي، وفكره ان حد كده كلنا بنحلم وكلنا نفسنا الاحلام دي تتحقق، بس ان يبقى في حاجه يعني بتحقق الاحلام، متجر لتحقيق الاحلام، دي فكره حلوه. العرض كوميدي اكتر، فاحكي لنا اكتر عن الاجواء وعن فكره المسرحيه وتمثيلك فيها. اوكي تمام. بص، بس انا بس عايز اعدل حاجه بسيطه صغيره جدا في اللي حضرتك قلتيه. هو المتجر او المحل بيبيع احلام للناس يحلموا بيها وهم نايمين، هو مش بيبيع الاحلام. يعني في احلام جاهزه؟ هي احلام جاهزه. انت بتاخدها تحطها تحت المخده قبل ما تنام، فلما تنام تحلم الحلم اللي انت اشتريته. الله، يعني مثلا انا رايحه اشتري مثلا ابقى غنيه. بالظبط. مثلا يعني. صح. طيب، بتتفقي مثلا مع المحل على الحلم، بيتكتب وبيجهز، تيجي تاخدي الحلم، ممنوع تفتحيه، ودي من قواعد المحل، ان انت ما ينفعش تفتح الحلم تشوف فيه ايه، والا يبطل وما يشتغلش. وبتحطي تحت المخده وبتنام بتحلم باللي انت طلبته. يعني متخيله جدا بقى ان حد فيكم خد حلم كده مش على مزاجه، صح؟ هو الحقيقه بقى يعني نخلي دي مفاجاه ان شاء الله الجمهور. لكن هو الحقيقه دكان احلام عرض تجربه بالنسبه لي دمها خفيف جدا 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 ولطيفه جدا. بدايه من فريق العمل اللي بيشتغل في العرض، وبدايه من الاول من المخرج والمؤلف انس النيلي. هو حد موهوب وشاطر جدا جدا جدا، وهو خريج كليه اداب قسم المسرح، وحاليا هو طالب في اكاديميه الفنون في معهد سينما قسم سيناريو وكتابه. طبعا كلنا اكاديميين، سواء طلبه اكاديميين او نقابيين خريجين معاهد متخصصه في التمثيل يعني او الاخراج. والحقيقه ان الناس كلها دمها خفيف ولطيف، الكاست جدا، فاحنا يعني الاجواء حلوه، وبنعمل عرض طبعا كوميدي فانتازيا، حاجه يعني هتبقى لطيفه على الناس، وفي نفس الوقت فيها فكره مختلفه يعني. وكمان موضوع الاحلام ده موضوع كبير جدا جدا، ويعني في حاجات متعمقه بشكل كبير وتفاصيل كتير، وهو بالنسبه لنا بيخدمنا لانه موضوع واسع، نقدر نسرح فيه براحتنا، نقدر نتخيل فيه براحتنا، نقدر نلعب فيه براحتنا يعني. فدي اجواء العامه للعرض. متحمسين قوي يا ياسر ان احنا نشوف العرض، لانه من الحكايه كده دمها خفيف وواضح ان فيها كوميديا، وعايزين نعرف اكتر عن الموضوع ده. بشكرك يا ياسر. طبعا معانا دلوقتي المخرج والمؤلف للعرض انس النيلي. يا مساء الفل عليك يا انس. مساء الفل على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. حلوه فكره العرض قوي، حلوه فكره المسرحيه. يعني الحمد لله الفكره كانت موفقه الى حد كبير. نتمنى ان شاء الله ان هي تطلع بالصوره اللي تليق بالمهرجان وبالحدث الضخم اللي احنا ان شاء الله هنكون بنعرض خلاله. ونتمنى ان شاء الله ان هي تطلع تليق بتوقعات الساده المشاهدين. يعني جات لك الفكره منين؟ هي الفكره جت اصلا من يعني زي ما بقول الفكره جت لي بشكل اساسي من فيلم ارض الاخلاق للفنان الكبير فؤاد المهندس. الفكره كلها هي بيع القيم. يعني انا فكرت ان احنا فكرت ان انا هعمل عرض بيبيع سلعه مختلفه عن السلع المعتاده، السلع المالوفه. ازاي ممكن العرض يكون بيبيع قيمه معينه او سلعه لكن غير معتاده؟ ففكرت ان احنا ليه ما نبيعش الاحلام، بس مش الاحلام بصوره الاحلام اليقظه اللي هو انا احلم ان انا اكون دكتور مهندس، لا، الاحلام اللي احنا ممكن نكون بنفكر ان احنا واحنا نايمين نحلم بيها. يعني ماذا لو الانسان بيختار اللي يحلم بيه وهو نايم، بدل ما يحلم بحلم مش حابه، يحلم بكابوس او كده. فلا، احنا بنعمل محل بيبيع الاحلام اللي تحلم بيها وانت نايم. الفكره طبعا زي ما قال ياسر هي فكره واسعه جدا، بتحتمل تفاصيل كتير قوي،
وده اللي بيساعد على ان هي تطلع باذن الله بصوره كوميديه، لان طبعا خيالها واسع وده دايما الخيال هو اهم اسس الكوميديا. بالظبط. الخيال والمفارقات بالظبط يعملوا يعني ان شاء الله عرض كوميدي ان شاء الله يكون انس. يعني عايز اتكلم معاك عن فكره عرض المسرحيه دي في مهرجان العلمين اللي النهارده يمكن وزير السياحه لسه من شويه كان قايل انه العلمين الجديده فيها بتضم تقريبا 104 جنسيه من السياح. النهارده في كمان سياح من الدول العربية كتير جدا موجودين في العلمين الجديدة بيحضروا الفعاليات في المهرجان، متحمس انه يمكن المسرحية ان شاء الله يحضرها جمهور من جنسيات مختلفة من الدول العربية بتحضر العرض ده. بصي، هو بالنسبة لي طبعا الحدث ضخم جدا جدا جدا، لأنه زي ما سيد وزير السياحة قال مدينة العلمين بتضم جنسيات سياحة كتير جدا جدا. كمان احنا رحنا طبعا هناك، رحنا شفنا المسرح ورحنا حضرنا فعاليات من فعاليات المهرجان. فيعني أنا عايز أقولك أنه بجد الموضوع مبهر، المدينة مبهرة، كل شيء على مستوى عالي جدا جدا جدا. فطبعا ده بيحمس فريق العمل، يعني فريق العمل زي ما كان ياسر قال هم فريق كله متخصص في مجال التمثيل والفن عموما، سواء أكاديمية الفنون أو أقسام المسرح في الجامعات المختلفة، إلا أنه فرصة زي دي طبعا بتخليهم يشوفوا الموضوع بشكل مختلف تماما. جماهير، نوع جماهير مختلف إحنا مش متعودين عليه، طبعا تغطية ضخمة جدا، كمان بنية تحتية مختلفة، يعني العلمين بكل تفاصيلها مختلفة. فالحقيقة احنا بنتمنى ان شاء الله ان يكون العرض يليق بكل التفاصيل اللي انا بوضحها لحضرتك ان هي قد ايه مهمة ومختلفة ومبهرة. فأتمنى يعني ان شاء الله ان احنا نكون على قدر الحدث. يعني ان شاء الله، يعني انتم من الفكره ومن الحكايه بتحكوا حاجه دمها اصلا خفيف، فانا متوقعه ان هي ان شاء الله هتنجح نجاح كبير قوي، وجمهور العلمين مختلف ومتنوع وده الحلو فيه. عشان كده احنا دايما بنقول ان المهرجان بيقدم الوجبه اللي انت عايزها، يعني انت عايز تتفرج على حاجه ايا كانت الفعاليه بقى، مسرحيه لكريم عبد العزيز او الشباب اللي لسه جديد، ده الحلو قوي. يعني ممكن شفناه من أصداء مسرحية الشهرة إنه المهرجان مقدم نوع الفنانين الجداد الشباب، مقدمهم للجمهور بكل كده، يعني خليني أقول صدر رحب. الجمهور كمان حب جدا الفكرة دي إنه يتفرج على شباب جديد ويتفرج على ممثلين جداد، فإحنا متوقعين إن شاء الله هتنجح جدا. المخرج ومؤلف العرض أنس النيلي، هنتفرج على دكان أحلام أكيد وهنتابع مع بعض الفعاليات وأصداء دكان أحلام في آخر الشهر.